مرحبا بكم في قناة مطبخ تلمسان. اليوم المطبخ جبت لكم خضرة من خضروات الموسم اللي هي البسباس اللي عنده فوائد كبيرة وكثيرة، وعملته لكم في شكل غراتان يجي بنين بزاف وخفيف. ان شاء الله نصيب محبين البسباس كثرة. اذا خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. وباش نوجدوا الغراتان تاع اليوم اللي هو الغراتان بالبسباس، اول حاجة نفدو اون ماغنيت هكذا، نقديو عليها الغاز ونعملو فيها 4 معالق كبيرة تاع الزيت، نزيد لها ملعقة صغيرة تاع الزبدة باش تعطيني البنة في لاصوص. نخلي الزبدة ديالنا تذوب، الزبدة صايره دابت. اذا نفدو قطعة من الدجاج، انا عندي هنا فخط، وهنا حسب الرغبة، تحبوا تعملوا بالصدر تحبوا تعملوا في الفخط. نقليوها هاد الزيت والزبدة حتى اللي يتحمرنا هاد الجداد. هاد الجداد حمرنا، نزيدو حبة كبيرة تاع البصل هكدا، قصتها إلى قطع صغيرة، ولا زوج حبات صغار، كنضيفوهم على هاد الجداد، ونقليوهم بيناتهم، الآن نضيفو التوابل، إذا الملح حسب الرغبة، أنا نعمل غير نصف ملعقة صغيرة، منكترش بزاف الملح، هنا كل واحد يعمل على حسب الدوق لي يحب، نصف ملعقة صغيرة تاع الفلفل الأسود. نصف ملعقة صغيرة تاع السكنجبير، نخلطهم مليح، نخلي هاد البصل يتألى لنا مليح حتى يذوب لنا، إذا نغطي عليه ونخليه يتألى لنا. والآن نفوتو باش نوجدو البسباس، نقصوه إلى قطع صغيرة. أنا رفدت اليوم 4 حبات تاع البسباس، وهنا كل وحدة ترفد على حساب أفراد العائلة. البسباس حنا في الموسم ديالو نستغلوه وناكلوه بكل أنواع، نعملوه طبق رئيسي، نعملوه سلاطة، نعملوه غراتان، فيه بزاف فوائد وراه شباب. إذن مباشرة نفوت نقصوه، هنا راني موجدة ماء وفيه قطرات من الخل باش نغسلو. إذن بسم الله نحلو الراس ديالو، نغسلو الأقصى، نقصو على زوج، نفوت باش نقصو، وتزيدو تقصو إذا كانت الحبة كبيرة، قصوها، مادا بيكم تقصو هكذا بخدبيت المنشار، يكون مسنن، يساعدكم في التقصاص. إذا بنفس الطريقة، نفوت نقص كامل حبة تاع البسباس، ونغسلوه، نشلوه مليح، نعاود نقطرو، ونفوت باش نطيبو. هاي الجداد ديالي والبصل راهم تقلاولي شويه، وداك البسباس هو دا راني شللتو اللي قصيناه معا، والان فوت باش نضيفو. شوف هاو البصل ديالي راه داب، تمر على مره نحرك عليه باش ما يصقليش. نقدرو نزيد البسباس، نعاود نخليهم يتقلاو مع البصل والخضر باش يجيني بنين، نحاول نخلطو مليح مع البصل، مره على مره نحركو حتى البسباس ديالي يعاود يدبل. إذن كنت كل مره على مره نحرك على البسباس ديالي باش ما ينحرقليش. شوفوا كيطلق لي الماء والحجم ديالو صغار، كما تعرفوا بلي البسباس يذوب. شوفوا راه داب وبدا يدخل له الطياب، البسباس حقا يطيب. هذه المرحله نزيد له شويه تاع الماء نمرقو باش يطيب لنا الجداد، والبسباس يزيد يتكمل لنا طيابو. اذا بينا يكون عندنا الماء سخون، يعني بسم الله نعمل الكميه على حسب يطيب لنا الجداد والبسباس، نعاودو نبلعو عليه ونخليو حتى اللي الجداد ديالنا يطيب، وبالطبع البسباس خاصنا تاني كيكون طايب. البسباس والجداد راهم يطيبو، والان مشيت نقيت حبات تاع البطاطا كما راكم تشوفوا، راني قصتها الى قطع صغيره اون كوب هكذا مربعات، راني ماشيه نقليهم على شعبه البطاطا باش نزكي الكغاتان ديالنا ويأدني. اذا الطريقه معروفه، نقصها مكعبات صغار بهذه الطريقه، نقصها دوائر، نعاود نقصها قطع صغيره ونفوت نقليهم في زيت سخون. هنا الناس اللي يحبوا يضيفوا البطاطا يضيفوها، واللي يحبوا ياكلوا غير البسباس بوحدو يعملوا غير البسباس، لكم الاختيار. اذا نقلي البطاطا ديالي، البسباس ديالي نخليه يطيب هو وجداد، نعاود نشوفكم ان شاء الله. البطاطا ديالي راني عملتها تنقله، ومره على مره نقلب هاد الجداد بواسطه السكين، نحاول هكذا ندغص فيه باش يدخل له خفا طياب وخفا يطيب. نسيت ما قلت لكمش ما تكثروش الماء على خاطر الجداد خفا يطيب، والبسباس ثاني باش ما يجيناش بزاف المراه وطول باش تنشف. كي تحسوا بلي الجداد ديالكم قريبه ينشف، نحيوا الغطاء باش المراه ديالنا تنشف. دروا كلشي راه عندي واجد. هاي دي القرده تاع الجداد، راني نحيت لها العظم والجلده، فتتها الى قطع صغيره، كملت وقليت البطاطا مقليه، هي دي، وها هو دا البسباس. شوفوا كيفاش نشفتو، هو يبقى فيه شويه الماء ما ينشفش كليا، ها هو دا راه داب كامل.
الان مباشره نفدو المول اللي يمشي معنا للكوشه. راني عملت له قليل من الزيت، و الى عندكم المول تاع الجاج وما يلصاش ما تدهنوش، ندهنو بشويه تاع الزيت. نبدا كمرحله اولى نحط هذيك البطاطا هي من تحت نوصحها، بالطبع البطاطا عندي شويه مالحه، ما نكثروش الملح على خاطر ملح البطاطا وملح البسباس جداد عندنا مالح، نضربوا حسابنا الملح اللي يكون عندنا في كل شيء. اذا نوزعها من تحت كطبقه، نعاود نزيد عليه داك البسباس، نحاول نوزعه حتى هو كامل فوق ديك البطاطا. اذا نمشيه نحاول نعملو طبقه متساويه، نعاود نعمل هذوك القطع تاع الدجاج من الفوق، نوزعوا كامل الجداد على كامل لا سيرفاس. دو نفوتوا باش نوجدوا الخليط اللي نكبوه فوق الكغاتان. نحتاجوا فيه الى زوج حبات تاع البيض، علبه تاع ياغورت طبيعي ياغورت ناتور، الوزن تاع العلبه 110 غرام، نص كاس تاع الحليب بارد، وكميه من الجبن المبشور. اللي ما عندوش الجبن المبشور يقدر يعمل الجبن الطري، لكم الاختيار. بالطبع رشه تاع الملح ورشه تاع الفلفل الاسود. اذا في الوعاء ديالي راني عامله زوج حبات تاع البيض، نضيف لها داك الياغورت الطبيعي، نزيد لها نص كاس تاع الحليب، ونزيد لها كميه من الجبن المبشور، نخلي كميه باش نعملها من الفوق، ورشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود. نخلطوا كامل المكونات معا، بالفويل نكبوا الخليط ديالنا فوق الكغات، نحاول نوزعوا بالتساوي، نغطيو كامل السطح ديالو، نرشوه بهذيك الكمية تاع الجبن المبشور، وندخلوه الفرن. راني سخنتو على 180 درجة مئوية، ندخل ليه 4 ساعة، وندخل الكغاتان ديالي يطيب، ونشوفوه إن شاء الله من بعد يوجد. ها هو دا الكغاتان تاع البسباس راه وجد لي، أنا طيبته من التحت كي حسيتو بلي طابلي، عاود كديتلو يتحمر لي شوية من الفوق، هنا ما فيه ما يطيب، الكترة هذيك البيض ديالنا تنشف. الآن نفوت باش نقصلكم حق القردة باش نشوفوه كيفاش جا. بسم الله، عاد سخون، شوفوا القوام تاعو كيفاش يجي، راهي شهي. شوفوا ديك البطاطا يعاود يجي فوقها البسباس، تعاود يجي القطع تاع اللحم، راهي شهي البنات، شهيتكم في الجنة إن شاء الله. ما تنساونيش البنات بالاشتراك والدعم تاعكم، كثروا لي لايك، كثروا لي التعليقات ديالكم، نفرح بزاف كي نراها، ونشوفكم في صور اخرى ان شاء الله.